السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة في برنامج جريمة في كل أسبوع معانا مجرم خطير هارب من 3 قضايا قبل كده، قضية قتل، قضية سرقة، قضية اغتصاب. النهاردة يا جماعة احنا مساكنين النهاردة وبنقول السلام عليكم. السلام عليكم. اسم حضرتك ايه؟ فرحات الدين. فرحات الدين يا فرحات، انت الجريمة الأخرانية اللي انت عملتها دي عملتها ليه؟ فلوس سبت ورث وكده، راجل كبير مسؤولين احمد وهبه انت الناس انت ادانا عربون كلم ادانا عربون نخلص عليه. كشفني وانا طفل صغير. امسكه كويس يا صاحبي. طب انت احمد وهبه دوت يا جماعه. احمد وهبه ده هو اللي اعطاك فلوس؟ اعطاني فلوس نخلص عليها. طفل صغير كشف العمليه. ما هو دي ورا كل مراه عظمى. طب انت هتحكم ليه؟ عشان خاطر ورث اداني فلوس، قال لي خلصهم عمهم احمد وهبه. قال لي في ورث خلصتهم وسلم الارض لوحده وحايز على لوحده. طب انت العمليه خلصتها الساعه 3 الفجر كده. انت المستفيد من الموضوع ده ايه؟ يعني ايه فائدتك في الموضوع ده؟ فلوس الرزق يحب الشطاره كده بالخفيه وزياده الخير. قتلت ابوهم وقتلت امهم وخطبت البنت. خطبت البنت. اخو الناس اخو الناس اخو مهرة اخو مهرة اخو مهرة اخو الهادي. طب فين يا جماعة؟ فين يا جماعة اخوهم؟ تعال يا حبيبي. بصوا الجو يا حبيبي. حد زيد على تعال يا بابا. بس 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 احنا حكومة عليهم غدر. قول يا بابا، قول يا حبيبي شوف فيا. قتل امي وبابا. قتل امك وبابا؟ اه امي وبابا. ماما وبابا طب اجربك تلوم. ماما وبابا ابعد عني يا حبيبي. فاهم يا حبيبي؟ قول يا جماعه تعالى. مظلوم الشاب تحترم. والله انا ممكن اتسجل واحد من هنا. شفت واحد من هنا؟ شفت واحد من هنا؟ وصلنا. شفت واحد من هنا؟ شفت واحد من هنا؟ قتلت امه وابوه وخطبت واتوا الاثنين. ليه ليه كده؟ انت ما عندكش عيال؟ لا ما تعرفهاش. ما تعرفهاش كان محكوم عليا وتركت السجن. الدنيا مظلومه وحشه. كانت عليا قواضي فرحت ما بموتش شغال. كان عليك كام سنه؟ مؤبد. وانشالوا؟ مع ال 10000 جنيه بتوع البيت. مع ال 10000 جنيه بتوع البيت؟ شالوا مرسي؟ شالوا يا ده الاخوان دي بتعمل حاجة عظيمة فينا والله يا جماعة. لا والله ايه يا باشا ده بوس خلاص انت بتعمل الكلام. انت بتتعاطى حاجة حضرتك؟ كلمات خفيفة كده. مين انت الكلام ده؟ بتتكلم برضه على الباشا زي ايه حضرتك بتتعاطى ايه؟ كلمة دول شيكسيرول كرول تعالى سيب حالة. عارف سيب حالة انت؟ احنا يا جماعة معانا واحد جار الجماعة اللي اتقتلوا دول. تعالى يا استاذ محمد. السلام عليكم ورحمه حرام عليك يا اخي، دمرت مستقبل عيله. لا والله حرام عليك، ده كله من التعاطي. رد عليه. ده كله من التعاطي. بالراحه يا استاذ. حد بيشرب؟ حد بالراحه. حد بتعاطى كرول وصابون سائل ولا انت؟ لا اقول لها في صحتكم يا اخي. هيكسب وعين جوا. بالراحه يا جماعه. بالراحه عليه يا استاذ. ثواني بقى لما اتكلم. طول ما بشوف طول ما بشوفه بتعصب. يا جماعه معلش يا استاذ محمد. انت شفت ايه حضرتك؟ حضرتك انا شفته وهو بنط من على السور. وداخل البيت. سمحت صوت صوات. انا خفت اخش لوحدي اكون معاه سلاح. نفسي يبقى فيه نفسي يبقى فيه يعني انت محترف بالجريمه. خاف خش. محترف. مش حرام عليك. مش هتعرف. مش هتعرف انت صحتكم كده. حرام عليكم. حرام عليكم يا اخي. انت تعرف اقل.
يا اخي هتعب غير دي يا عم هتغير شويه كده تشيل سلمه سلمه انت محترف بالقضيه ايوه انت تعرف اقل حاجه ممكن تاخد فيها اعدام ايه شغال على امك ايه شغال في الجامعه استنى يا باشا استنى يا سوق راح عليه استاذ اما سوق خلص بس انت تعرف ان انت ممكن تاخد اعدام خلص ده ايوه انت مش ندمان على حياتك